أحسن الله إليكم فضيلة. نعم معنا متصل آخر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام محمد، تفضل. السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. اكسر التلفزيون شوي محمد، اكسر التلفزيون مشوش علينا. تفضل تفضل يا محمد. ارجو طول عمرك يا شيخ. الغيبه والنميمه مكثر الايام هذه في عند الناس. كيف يمكن للشخص ان يتوب في ظل انه مارس الغيبه والنميمه والعياذ بالله يعني في اغلب حياته؟ كيف يمكن للشخص ان يتوب منها؟ طيب. نعم الغيبه يا اخي هذا ظلم الذي اغتبته. فلا بد أن تتوب منها، ولا بد أن تطلب المسامحة من الذي اغتبته. إلا إذا تعذر عليك أن تطلب منه ذلك فإنك تدعو له وتكثر من الثناء عليه بدل ما أنك اغتبته. وأما النميمة فعليك بالتوبة منها لأنها من الفساد في بين الناس، فعليك بالتوبة والإقلاع منها وتركها. نعم.